في عام 1770 زاد حميد بن علي في مدينة الجزائر في القصبة. كان يخدم خياطة في الحانوت تاع باباه، بصح ملي كان صغير كان مهووس بالبحرية. كي كان في عمره 10 سنين دخل يخدم في السفينة تاع واحد الرايس سموه ممو. في عام 1796 الرايس تاعنا صاب روحه في عاصفة وعرة. ديسيدا يقاري في بورتا القلعة، بصح اللونك تاعو تكسر والسفينة تاعو دخلت قاع في الروشي. دوك الرايس تاع السفينة يتحسب عليها، وتلمو حشم كي كسرها سيا يهرب، بصح حكموه ورجعوه لألجي. وكي لحق عند الداي سمعهم لوقا، بصح سامحوه وزاد منالو سفينة جديدة.